الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد الرياضي الطريقة التي نستكشف بواسطتها تحديد ما يسمى بالنقاط الحرجة لدالمة. هذه هي الدالة التي سنتعامل معها، هي عبارة عن f of x يساوي 3x تربيع سالب 6x زائد 20، والمطلوب هو معرفة، إذا أردنا استكشاف النقطة أو النقاط الحرجة، ومعرفة ماهية النقطة الحرجة أو النقاط، أي هل هي نهاية صغرى أم عظمى أم نقطة انقلاب. وعلى بركة الله نبدأ. أرجو أن يكون في هذا المقطع الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة المتابعين لهذه القناة حيثما كانوا في زمن الكورونا وحماكم الله الرحمن. أول خطوة نقوم بها، يعني إن شاء الله هذا المقطع سيكون قصير، اللي هو الحصول على المشتقة الأولى للدالة f prime of x في هذه الحالة تساوي 6x سالب 6 ونساويها بالصفر. الآن هذا يعني أغير اللون حتى أميز أن x في هذه الحالة تساوي 6 مقسم على 6 ويساوي 1 صحيح. إذا 1 صحيح هي القيمة التي وصلت إليها الدالة، قيمة حرجة، لكن الآن لسنا متأكدين من أن هذه نقطة انقلاب أم نهاية عظمى أو نهاية صغرى. ما يضطرنا بالحالة هاي إلى الاشتقاق مرة ثانية، فنشتق الدالة مرة ثانية f double prime of x يساوي 6 في هذه الحالة، والستة بطبيعتها أكبر من صفر، هذا يعني بأن الدالة وصلت إلى مينيمم أو ما يسمى بالنهاية الصغرى. إذا تحققنا بأن الدالة وصلت إلى نهاية صغرى عندما كانت x تساوي 1 صحيح، هذا عند هذه القيمة. يمكن لنا أن نمثل ذلك بيانيا كما يأتي. على المحور الأفق هنا x، على المحور العمودي هنا f of x. الآن نسأل سؤال، إنه ما هي نقطة التقاطع الآن؟ يعني الدالة تقطع المحور العمودي عند نقطة معينة، يعني هذه الدالة الآن تقطع المحور العمودي اللي هو على محور f of x عند نقطة معينة، فعندما تكون بذلك يعني x تساوي صفر. إذن الآن عندما تكون x تساوي صفر بتكون بالحالة هاي قيمة f of x أو f of 0 يساوي 20، وبالتالي الآن الدالة تأخذ الشكل التالي، لاحظوا معاي وهكذا، هذه f of x التي تعاملنا معها. الآن هذه النقطة هنا الآن تساوي 20، خليني أرد أكتبها ثاني مرة، هنا 20 اللي هي نقطة التقاطع الدالة مع المحور العمودي، وهنا الآن 1 صحيح. الواحد صحيح بيقول لي انه يعني وصلت الى النهاية الصغرى عند الواحد صحيح. هذا اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع القصير، راجيا ان يكون قد قدم الفائدة لكم جميعا احبة الطلبة، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.